ورفا، وينضم إلينا مازن الشامي مراسل شبكة شام الإخبارية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي مازن. إذا ثبات لمجاهدين على جبهات القتال ومحاولة من قبل عصابات الأسد المدججة بالميليشيات الشيعية وشبيحة الأسد للتقدم في منطقة حوش الغارة، ولكن تصدي من مجاهدين، أيضا استهدافات من قبل مجاهدين لعصابات الأسد على أطراف المليحة وفي القلمون. نعم نعم، يعني حقيقة اليوم تصعيد عسكري أسدي خطير على المناطق المحررة من العاصمة دمشق ومدينة دمشق، وخاصة على الغوطة الشرقية والغوطة الغربية. يعني اليوم جميع جبهات الغوطة الغربية والغوطة الشرقية مشتعلة. تفضل من العاصمة دمشق حيث تعرض حي الجبل الدمشقي اليوم لأكثر من 6 غارات جوية عنيفة، إضافة لقصف رجعي وصاروخي عنيف. طبعا اليوم تركز القصف على الجبهات وعلى وسط البلدة بالتزامن مع اشتباكات على امتداد جبهة المتحلق الجنوبي من جهة حي جوبر وعلى جبهة طيبة الواقعة شمال شرق الحي. طبعا وردت صواريخ الثوار اليوم بدك مقرات النظام المتواجدة على أطراف الحي. استطاع الثوار فجر اليوم من تدمير 72 وجرح العديد من كتائب الأسد على المتحلق الجنوبي من جهة حي جوبر، كما تمكن الثوار أيضا من استعادة السيطرة على عدة نقاط في وادي عين ترمة، وأيضا تم تكبيد كتائب الأسد خسائر بشرية وعتادية كبيرة. في الغوطة الشرقية يعني اليوم جرت اشتباكات عنيفة في قرية حوش الفارة والواقعة بالقرب من تل كردي على أطراف موج الكيمياء، حيث تحاول قوات الإجرام الأسدية مدعومة بعناصر من حزب الله اقتحام القرية، إضافة لأن طائرات الميج يعني اليوم كان هناك غارات عنيفة جدا على الغوطة الشرقية، كان منهم 3 غارات على بلدة زبدين وغارتين على مدينة أربيل وغارة على منطقة مرج السلطان. طبعا هذا ما حصل في الغوطة الشرقية. بالانتقال إلى القلمون، اليوم كتائب أسد استهدفت مدينة الزبداني والشرقي بالبراميل المتفجرة، كما قام الطيران المروحي أيضا بإلقاء البراميل المتفجرة على بلدة حلبون وجنوبها في الريف الغربي لدمشق. منذ ساعات الفجر وحتى اللحظة تجري اشتباكات في بلدة الطيبة وذلك على جبهة عين البيضاء ودنوش بالتزامن طبعا مع قصف من الجبال المحيطة من جبل المضيع في مدينة الكسوة، واللواء 75 المتواجد في بلدة المقيلبة يستهدف مناطق الاشتباكات، حيث سقط الشهيد من بلدة زاكية في الاشتباكات التي لا زالت تجري حتى اللحظة. يعني الاشتباكات لا زالت جارية حتى اللحظة لتصبح أول تقدم كتائب الإجرام الأسدية باتجاه البلدة، كما قال طيران المروحي اليوم بإلقاء برميل متفجر على مزارع مخيم خان الشيخ. طبعا قصرت الماديات والحمد لله. يعني نريد أن نوه لأمر يعني حقيقة كي لا ننسى جرحانا الذين نزفت دماؤهم وخسروا بعض أعضائهم. أمس قامت الهيئة الشرعية في الغوطة الشرقية بتوزيع إعانات مالية للمستحقين المصابين بالشلل الجزئي أو الكلي، وأيضا المصابين بالبتر لأحد الأطراف، والمصابين أيضا بفقد أعينهم أو الأبصار. عبر فقط أريد أن أكمل يعني عبر قناتكم نوجه نداءاتنا لمن لم يستلم حتى اللحظة ولا راتب بأن يتوجهوا إلى مقرات الهيئة الشرعية في الغوطة الشرقية يتم توثيقهم ويستلمون حقوقهم هناك. نعم 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 أخي مازن، فقط للتوضيح، هذه المنظمات هي من قلب الغوطة، يعني من يشرف على هذه المنظمات؟ يعني إن شاء الله بشائر خير، يعني هناك من يساعد أهلنا الصامدين أخي مازن. طبعا الهيئه الشرعيه في دمشق وريفها معترف عليها من قبل، يعني ان كان المعارضه الخارجيه او حتى الجيش الحر متواجد على الارض، هذه الهيئه الشرعيه متواجده على الارض. يقوم بعد اهل الخير بالتبرع للهيئه الشرعيه لهؤلاء الذين اصيبوا في المعارك ليس في الغوطه الشرقيه فقط بل في ريف دمشق. ايضا اذا وجهت نداء للمصابين للتوجه، يعني حبذا لو تعيد النداء في مازن. نعم، أن يتوجهوا إلى مقرات الهيئة الشرعية في الغوطة الشرقية، يعني في كل بلدة هناك مقر للهيئة الشرعية. لم يستلموا أي استحقاق من بداية الثورة إلى الآن ليذهبوا ويوثقوا أسمائهم ويسلموا حقوقهم مباشرة. نعم، أيضا أخي مازن بالحديث عن النظام النصيري، يعني استمرار حملات الاعتقال
في مناطق عديدة أيضا اقتراب موعد الرواتب للموظفين، يبدو أن النظام يحضر لاعتقال عدد من الموظفين، يعني لذلك نرجو الحذر. وأنت تعلم يعني أنت من الناشطين على الأرض، النظام قام بحملة اعتقالات كبيرة وقام بسوق عدد من الشبان بشكل مباشر إلى جبهات القتال. نعم، هذا ما لاحظناه في مدينة طرطوس منذ أسابيع، يعني عندما قال النظام أنه يريد موظفين لشركة لإحدى الشركات، فتوافد الشبان إلى هذا الإعلان أو لمكان الإعلان، وتفاجأ الشبان بعدها بأن أتت باصات تابعة للنظام وحملتهم في الباصات وتوجهت بهم إلى الجبهات مباشرة. إضافة يعني سيد الكريم، حقيقة عصابات بشار الأسد اليوم تقوم أيضا بتمزيق تأجيلات الجيش الحر والاحتياط وسحبهم للخدمة. طبعا هذا لاحظناه مؤخرا في ركن الدين ومساكن برزة ومعربة وحي التجارة في العاصمة دمشق. لذلك يعني نحن يعني لا نريد أن نقول لهؤلاء أن يلتحقوا بالنظام بالشارع، لكن حقيقة نريد فقط أن ينتبهوا، لأن أي أحد يتم اعتقاله مباشرة يعني يتم اسحابه إلى الجبهات أو لحفر الخنادق على الجبهات. يعني لاحظنا اعترافات الكثيرين من يتواجدون على الجبهات بأنهم استشهدوا على الجبهات عندما كانوا يحفرون الخنادق وتم اعتقالهم عشوائيا. لذلك يعني نحن نوجه دعواتنا لهؤلاء أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن يكونوا حذرين. نعم أخي مازن، أيضا شاهدنا على صفحات التواصل النظام يقوم بنشر إعلانات يعني على الجدران، من يتطوع في الجيش الوطني له راتب ما يقارب الأكثر من 35,000 ليرة سورية، أيضا يطلبون عودة المتسرحين من الخدمة كالمساعدين أو ضباط. يعني لاحظ أخي مازن النظام علنا بدأ يعترف بنقص الجبهات وهناك خلل في صفوف النظام. أخي مازن، عدا الخلافات الآن النظام لا يسيطر على الضباط، لا يسيطر على العلويين، أيضا ثورات للعلويين على النظام، وفي السويداء رفض لعصابات الأسد يعني يمنعون أبنائهم من الذهاب إلى خدمة الاحتياط أو خدمة العلم. نلاحظ أن هذا النظام هو متزعزع، وإن شاء الله ضربات قليلة من مجاهدين يتم سقوط هذا النظام بإذن الله. نعم، لاحظنا في الأشهر الماضية كانت هذه الخطة تنجح مع النظام، لكن اليوم عندما علم الأهالي والمدنيين المتواجدين في العاصمة دمشق أن أولادهم يذهبون إلى الجبهات ومن ثم يقتلون، اليوم لاحظنا أن كثيرا لم يستجب لهذه النداءات التي يطلقها النظام بهذه الانتصارات التي حققت خدمة ورواتب عالية. الآن النظام يعني يسعى إلى طريقة أخرى، يعني يريد يعني كما حصل في طرطوس منذ قليل ذكر يستدعي الشبان للوظيفة ومن ثم يتم اعتقالهم. يعني الأسلوب الماضي الآن يعني عرف من قبل المدنيين المتواجدين في العاصمة دمشق وفي عموم سوريا، لذلك النظام اليوم يستخدم أسلوب آخر وهو كما لاحظنا التوظيف الجديد للشباب في الدوائر الحكومية. كان الله بعون أهلنا الصامدين، أيضا نطلب الحذر من الموظفين يعني هؤلاء الذين يعني بقوا بمناطق التي يحتلها النظام فقط من أجل هذا الراتب أو الدخل المحدود. الآن النظام يعني يقوم باعتقال عددي، أن نطلب من الجميع أخذ الحذر. وكان الله بعون أهلنا الصامدين في العاصمة دمشق، أيضا كما ذكر لنا أخ مازن وهو من الأبطال الإعلاميين على الأرض، هناك منظمات والهيئة الشرعية في الغوطة تقوم بتوزيع المساعدات، جزاهم الله كل خير. مازن الشامي مراسل شبكة شام الإخبارية، كنت معنا من العاصمة دمشق، شكرا جزيلا لك.